أما عن أخبار الطقس، تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة فاطمة خليل. إليك مرة أخرى فاطمة. شكرا محمد، شكرا حكمة، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 24، اسكندرية 30 25، مطروح 29 24، بورسعيد 31 25، إسماعيلية 35 22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 34 24، العريش 31 24، طابة 35 24، شرم الشيخ 38 29، الغردقة 37 29، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 40 28، أسوان 41 28، الوادي الجديد 39 27، شلاتين 36 27، حلايب 33 28، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.